سلام طرق شباب، ان شاء الله بخير. راكب ديك راي اليوم يا اخوان، رجعنا لكم بحلقه جديده. اليوم يا اخوان الحلقه مالتنا راح تكون الرويال باس الشهر الثاني من شركه ببجي موبايل. اي نعم يا اخوان، نزل الشهر الثاني. بس قبل ابدا المقطع يا شباب، تمام اتفقنا؟ بقى خلينا نسوي اتفاق وياكم انا، تمام؟ وصل المقطع 200,000 لايك ووصل اصدقاء، شو رايكم؟ عصابتي تقدرون توصلوا المقطع 200,000 لايك. وبس خلينا نبلش. دقيقة قبل لا نبلش، تريد تفوز برويال باس مو؟ طبعا شركة ببجي موبايل سوت مسابقة على ببجي موبايل من على الانستغرام، سوت مسابقة على 100 شخص يفوزون برويال باس الشهر الثاني. كل اللي عليك تسويه انه تتابع صفحة ببجي موبايل الرسمية على الانستغرام، اخلي لكم رابط بالدسكربشن. والشغلة الثانية لازم تسويها، تحط الاي دي بالمنشور اللي راح اخلي لك رابطه بالدسكربشن، وتوجه هذا المنشور على الستوري مالتك وتحط تاج لشركة ببجي موبايل وهي راح تكون داخل. واللي ما راح يسوي ذني الشروط ما راح يكون داخل. وبس يا شباب طالعكم اكثر، تعال امشي، يلا امشي. اوكي الربع طبعا، تمام. عندنا كم شده؟ 5000 طبعا يا اخوان صارت تكفي انه تفتح الرويال باس. طبعا ما شايف لحد الان شنو الموجود بالرويال باس، بس خلينا نسوي بطاقه الترقيه. والله بطاقه الترقيه هم مسوي لها 960 شده، مو مثل قبل. والله نايس. اوكي راح نشتري 960. اول صار عندنا الرويال باس الاليت. راح نسوي له اغلاق، نسوي شراء تصنيف، شراء تصنيف. 3000 شد. روح عايشة. تم اشترينا الرويال باس يا اخوان الليفل 50 اللي هو الشهر الثاني. طبعا ما اعرف شنو الشغلات الموجوده هنا، بس راح اسوي جمع الكل وراح اوكي راح ناخذ الشدات. لو شو اسمه، اوكي ناخذ الشدات. الشدات احسن يا اخوان. شدات ليش؟ على مود تفعل الرويال باس الثاني. اوكي مجموعة المفترس البحري. اوكي الاوزي جميل، الاوزي جميل حلو. غطاء راس المفترس البحري هذا التابع للسكن. اوكي النيت حلوة. واخيرا سكن الام 24. اوووو سكن مثلك يا اخوان. وانطانا كل هاي الشغلات. انا اريد تفتهمني انت تفتهمني الرقصات. الرقصات هسه شوفني الرقصات عزيزي. قبل لا نسوي كل شيء نروح نشوف الرقصات حبيبي. خلينا نشوف هذا السكين. عندنا هذا السكين الثاني. لا هذا السكين الثاني. والله السكين الثاني يا اخوان مو بطال، والله اسطوري. شوفوا هذا البدله ويا هذا. اول هاي تتحرك؟ يب تتحرك. حلو جميل جميل جميل. الجنطه، هاي الجنطه لو هاي؟ لا هاي يا اخوان، هاي الجنطه. بعد ايش طلع لنا؟ بعد ايش طلع لنا؟ النيدات والاسلحه يا اخوان. النيدات والاسلحه. اعتقد طلعت هاي. والله ما اعرف، لا ما هي لو مو هي، بس المهم شيء يشبهها. اوكي. اوكي. يا اخوان اريد انه هيجي اريد انه، بس جميله جميله. اوكي. هاي يسموها يا اخوان الرقصه ال 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 فول. هاي الرقصة ما ادري ايش يسوي، بس اوكي جميلة 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 يا اخوان. راح نختار النيد طلعت ان اللي هي هاي. اوكي نختار المظلة طلعت ان اللي هي هاي. راح نختار بعد والله يا اخوان الطيارة اكثر من رائع صراحة. اوكي نروح ناني. تمام فولنا يا اخوان، فولنا يا اخوان. تقول نلبس هذا لو هذا؟ والله انا هذا يا اخوان، انا عجبني هذا. انت شو يعجبكم اكتبوا لنا بالتعليقات. بس يا اخوان عجبتني هاي سالفه انه تقدر تشتري الرويال باس باسعار اقل، يعني سعره كان جدا جميل وربي. اوكي هنا اكو صناديق، عندنا 700 شده. تم نروح نفتح باكجات. تعال. اوكي بسم الله بسم الله. تمام مره ثانيه. اوكي يا اخوان انا اعرف حظي، المشكله انا اعرف حظي. اوكي والله خلينا نجرب هاي 10. يا رب ارزقنا يا الله. حظي انا من كم يوم مو زين. اوكي اوه ماتيريال جميل. انا اقتنعت يا اخوان، اقتنعت. رجع ديقرا يا اخوان، رجع ديقرا اللي تعرفوه ربي. اعطيني انفور ثلجيه هسه سريع. انفور ثلجيه يعني ادري اني قلت لك انفورت مو هيجي يا اخي، مو هيجي، بس يلا اوكي. اوكي يا اخوان طبعا لازم بالبدايه شنو؟ اول شيء راح اشوفكم شيء. شوف الهاشتاج مالتي شريك ببجي موبايل، يعني
انا حاليا من الهاشتاقات النادره عندي بلعبه ببجي موبايل، مو اي واحد يحصله، بس لين انا دي قريف حصلت، لين انا اسطوره. اوكي يا اخوان، هسه عندنا شريك ببجي وعندنا ليفل 50 الرويال باس، يعني فول اول واحد على الطياره. يلا سريع كاي الربع، تعالوا خل اشوفكم الاسطوره دي قري. بابا هسه راح يجمعون، شوف شوف هذا هذا زاحف اكثر من عندي يا اخوان، هذا يسموه زاحف الاكثر من عندي. بابا 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 كلهم تجمعوا علي، ليش يا اخوان؟ لاني انا اسطوره. هيد شوت، اسمع اصوات ورب. السلام عليكم، ها ها لكم، ها شو تريدون؟ دوران المومي اللي معاك المومي تيم. شباب انتو تيمز واحد؟ دوران المومي والله ما اذب لك ولا اسكن. يلا اروح اريد، تعال اعمل كوره اوريك، اريد زلمه، اريد زلمه اول على الطياره قبله. يلا حبيبي انا، شوف 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 الهاشتاج بس بس يا ولد، شباب يا ولد، بس يا ولد راقب لي راقب لي راقب لي الهاشتاج، راقب لي الهاشتاج شباب، راقبوا لي الهاشتاج. احد عنده هاشتاج مثل هاشتاجي؟ لا طبعا، لين انا اسطوره. اوكي الربع، ننزل سكول. انا لين احب المخاطره يا اخوان، وانا لين رجال مجتهد، فراح انزل سكول. واحد واحد اشقهم، واحد واحد. طب ايش بيكم؟ ايش بيكم؟ يعني ما شايفين سكول بحياتكم انتم؟ يعني شايف انت سكول بحياتك؟ شايفه؟ ليش نزل؟ ليش؟ احكي. اوكي يا اخوان، ما اعتقد احد نزل، ما اعتقد احد نزل، ما اعتقد احد نزل. محمود انشب نزلوا بعض، كون القى سلاح وقلت لك بالجو. ويلي الله لك، هذا واحد بصفي غرب انه. ويلي الله، ماكو ولا سلاح. باب الحاره، انزل. ايه لا بدحت امك، تعال لك، تعال. هذا فوق، هذا فوق. اذا اذا انت اذا انت زل ما انزل، مو انت معود، مو انت. اوكي اذا جمعت فيك ابلع لك، ابلع ابلع خلاص. صار فيكتور انا شويه. قول لي قول لي قول لي. اوكي اكو واحد جواي شاي شوت جون، ابو الطقه وحده يا اخوان. هذا ما يشاقه ربي. طب 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 خرب عنه. وينك؟ لك ايش تسوون انتو؟ خذ سلاح بتحت امك. مو هذا مو هذا، والله مو هذا، والله مو هذا. عمو عمو مو هذا. حلو عدوزي، حلو 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 حلو. تعال لكم. هذا وين الداسم على جوه؟ وينه؟ داس بالسماعة بالغلط يا اخو. وين هذا؟ لك اطلع اطلع، اذا انت زل ما اطلع، اذا انت زل ما اطلع. يا رب الجيران ما يجوني. هذه خلصت الزلم؟ هي هي السكول مالتكم؟ واحد واحدات والله شفته وربي. هذا واحد ثاني، وين؟ والله اني ملك، والله اني ملك، والله اني اشهد اني ملك. هيا الزلمه السكول، الله العظيم لك يا اخوان. يعني يعني انا ايش اقول لكم بعد؟ خلاص ختمت ام اللعبه، خلاص راح امسحها. لا والله هذا يفيدني هسه، راح اروح اشيل هذول اللي قدامني. كافي كافي، طوخوها هذول اللي قدام، طوخوها عبالهم انه هي هيك يعني عادي. بس خل اشوفك، اذا انت زلمه طلع راسك، اذا زلمه طلع راسك. قول له بلع وحده، طبعا طوب طبعا. وربي لو عندي سكوب اقوى من هذا اللي كان طشرت راسك. وربي او ربي كان طشرت راسك، بس لين انت نوب تختل. ثك 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 ثك، بلع وحده. اخوان ما يوصل الاوزي. اوه خلص طلق، دوره طلعت عينهم يا اخوان، لازم نروح لهم. عبسي حط لي اربع اغاني حرب. واحد هنا يا اخوان، واحد هنا يا اخوان، خرب انه راح يقتلني. طلع بوت، طلع بوت يا ما يموت ما يموت ما يموت. والله العظيم ما يصير، والله العظيم ما يصير. ما تقول لي احنا ايش علينا، والله عبالي بوت يا اخوان. تعال تعال تعال، انفور ثلجية. انا دا اشم ريحة يا اخوان، دا اشم ريحة انفور ثلجية، دا اشم. شوف يا اخي هم جواري بعبسي دا اشم. ماكو ماكو، لا لا خل اشم بالله، خل اغمض عيني هسه.
فاير تبن والله. انطينا وحده من هاي خلينا نشوف ايش يطلع عنا. اوكي 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 اوكي. الرابط قبل ان ننهي المقطع لا تنسون المسابقه يا اخوان، راح اخليكم الرابط بالديسكربشن تقدرون تشيكون على المسابقه وبس. كان معكم دقري، بيس اوت، باي باي.